يقول: هل لا بد من إخراج الزكاة من نفس المال المزكى، أم إنه لا بأس بإخراج القيمة من مال آخر؟ مثلا يقول: الراتب أخرج من مال آخر غيره. ما يخالف، تخرج من مالك، تخرج الزكاة من مالك سواء من نفس المال أو من مال آخر، ما في بأس، هذا دين عليك لله تسدده من مالك. نعم.